هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس بلغوا نحو 848 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم 642 ألف شخص. وكان الفريق الوطني الطبي قد أكد على أن الإقبال على التطعيم هو وسيلة أساسية للحماية بالتوازي مع أهمية مواصلة الالتزام من قبل المتطعمين وغير المتطعمين بإجراءات الاحترازية، وذلك للمساهمة في خفض الانتشار والحماية من الفيروس دعما للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع. طبعا الله يعطيهم العافية الطاقم الصحي صراحة، وما قصروا على جهودهم، وهيام العيد وقاعدين يدومون، وهذا شيء طيب منهم صراحة، يعني إن شاء الله كله في ميزان حسناتهم. الشيء الشجاع من ياخذ التطعيم، والله أن شفت الشعب قوم يستجيبون حق أن ياخذون التطعيم من ناحية أنه مفيد، أنه يفيدهم، يعطيهم أنه يعطيهم المناعة. الواحد لازم يقي نفسه، ما أدري في المستقبل وش يصيدك، لازم ناخذ التطعيم عشان نقي نفسنا من هالأمراض، من هالمرض. لاحظنا أن البحرين اهتمت بشكل كبير من بداية الكورونا، أولا من استمرارية الفحص الموجود العشوائي، ثانيا من طرق الحجر، من طرق كل هالأمور، والإرشادات اللي حطتها كانت إرشادات دقيقة، منها ما حرمت الشعب ومنها نفس الوقت حافظت على سلامته.